أخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في أخبار الحياة. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قانون رقم 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتقسيم، ويتضمن القانون الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتقسيم لتوفيق أوضاعها وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج. غادر القاهرة صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متجها إلى روسيا في زيارة رسمية. ومن المقرر حضور القائد العام الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة والمنتدى الدولي العسكري الفني الجيش 2018. تنظم قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 10 دورات تدريبية كمنحة من القوات المسلحة لتأهيل أكثر من 6000 فرد من القيادات العمالية من مختلف محافظات الجمهورية في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي القومي للقيادات والفئات العمالية. رفعت وزارة الداخلية من درجة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكثيف تواجد رجال المرور على كافة الطرق السريعة والمحاور والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية على المواطنين خلال فترة الاحتفالات، حيث تم وضع خطة لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى ومرتادي الطرق السريعة والمدن الساحلية، وذلك على مدار 24 ساعة. قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستحين في القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:51، وأن أول المدن المصرية التي سيؤدي سكانها صلاة العيد ستكون نويبع وحلايب، وتأتي آخر المدن بمدينة السلوم بفارق 35 عن أول مدينة. كشفت وزارة الآثار اليوم الأحد عن نتائج الدراسات الأولية التي أجريت على الهياكل المكتشفة داخل تابوت الأسكندرية الذي تم اكتشافه مؤخراً، كما أكدت أن الفريق البحثي عثر أيضاً على رقائق ذهبية لبعض الشارات وجاري دراستها. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن العدادات مسبوقة الدفع التي تم تركيبها بجميع أنحاء الجمهورية حتى الآن ساهمت في تقليل حجم الخسائر المالية التي كانت تتعرض لها شركات توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية بسبب امتناع بعض المواطنين عن السداد، وأنه تم تركيب 5,600,000 عداد مسبوق الدفع حتى الآن بجميع أنحاء الجمهورية. يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في معرض ميلانو بإيطاليا في الفترة من 1-9 ديسمبر المقبل في مبادرة جديدة لتسويق منتجات مشروعات الشباب بالأسواق الأوروبية، والذي يعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية على مستوى أوروبا، حيث يشارك فيه هذا العام 3,200 مؤسسة من 100 دولة، ووصل عدد زواره العام الماضي إلى 2.5 مليون زائر.